وهو ده قدره، لان قدره وزاره الزراعه. بس احنا دايما عندنا او في اشاعات كانت بتقول، وده عايزه اتاكد من حضرتك بقى، حضرتك متخصصه وخبيره، ان سمك المزارع فيه مشكله وبيسبب انواع كتير من انواع عايزه اقول لا ده احنا عايزه اقول لحضرتك حاجه، مصر 75% انتاجها، 75% من انتاجها في المزارع السمكيه. احنا مصر بتنتج 1.6 ل 1.7 طن، 1000 طن اسماك، اعلى يعني من اعلى الانتاجيات، و75% منها مزارع. لو المزارع مش كويسه، لا ده فيه دلوقتي مصانع علف خاصه بالاستزراع السمكي. مصر تميزت وتفوقت على فكره بالنسبه للعالم في الاستزراع السمكي، بس الناس مش واخده بالها. فدي نقطه مهمه جدا، بالعكس انا بطمن الناس ان سمك المزارع من احسن الانواع السمك، والبلطي والبوري طبعا، وفي كمان بينتجوا يعني انواع تانية كتير غاليه يمكن بتتصدر، ودي حاجه ما نزعلش منها. البلاد اللي بتنتج وبتصدر دي تميز، عايزين نقول ده تميز. احنا أيوة كلنا بس الاول يعني هنصدر، بس لان يعني في انواع، في بروتين للمواطن اللي عايش في الدوله. تمام، في انواع غاليه ممكن تكون غاليه عليا انا اشتريها، لما بتصدريها بالدولار وتستوردي مكانها اسماك اخرى بكميات اكبر، دي حاجه كويسه. فدي طبعا موجوده، واحنا بنشجع الناس، لان كل ده قطاع خاص على فكره. الاستزراع السمكي قطاع خاص، وعشان كده هم ناجحين. صناعه الدواجن قطاع خاص. طب الاسعار؟ الاسعار عرض وطلب، واحنا الايام دي في النهارده الشهرين دول ما فيش فيه صيد بولت كتير، وده واقف، لان علشان ينمو البلطي يعني احنا مثلا واقفين النهارده بحيره ناصر. ليه الانتاج بيقل في البحيرات؟ يعني احنا دايما ما عندناش صبر، احنا لازم يبقى في راحه في وقت معين من السنه للبحيرات بتاعتنا، علشان الزريعه ما حدش يصطادها، يقوم بدل ما ياكل سمك 2 3 سنتي، لا اكل سمك تبصر ربع كيلو او 3 سمكات كيلو. وبالتالي العائد لمين؟ يعني احنا كان عندنا اجتماع الصيادين هنا، وكانوا زعلانين ان احنا بنقفل البحيرات وقت معين. فلما اتكلمنا معاهم وفهموا ده لمصلحتهم، ما حدش هيشاركهم في الصيد بتاعهم، هم اللي بيصطادوا هم اللي بياخدوا العائد. النهارده لما انا اقول انا هقعد شهرين قافل البحيره، معناها ايه؟ انا خدت كل اللي في البحيره بالحجم الكبير في 10 شهور، صح كده؟ مين اللي استفاد؟ هو استفاد والدولة استفادت، الدولة هم المواطنين. لما يكونوا بيصطادوا على مدار ال 12 شهر، الكمية اللي بتخرج وزنا بتقل، يبقى مين اللي خسر؟ خسر اللي بيصطاد اللي هو الصيادين اللي هم ده أكل عيشهم، وخسر المواطن بكمية المعروضة أقل اللي المفروض يشتريها. فهنا دلوقتي في وقف، احنا واقفين أكتر من بحيرة، لأن ده المواعيد اللي هي لازم نقفل البحيرة علشان ما يحصلش فيها الصيد الجائر. يعني قفل البحيرة هو اللي سبب أزمة ارتفاع سعر السمك البلطي بشكل خاص؟ لا ده جزء، وجزء آخر إن الحقيقة حصل ضغط في التصدير بشكل كبير جدا، ومعالي وزير رئيس الوزراء قرر إيقاف التصدير. يعني معقولا يعني يكون في قرار بالسماح للسمك البلطي إن هو يتم تصديره خارج مصر؟ يعني وإحنا عندنا ناس يعني ده سمك سعره يعني في متناول العديد من الاسر. شوفي حضرتك، ما انا بقول لحضرتك ده قطاع خاص، يعني انت حضرتك لما بيكون عندك حاجه ملكك الشخصي، انما الدوله لما بتلاحظ ان في مشكله بتاخد باجراء، وهو ده الاجراء اللي خدته. لان انا ما انت خلي بال حضرتك، المستثمر ده من حقه ان هو كمان يكسب، ومن حقه ان هو يستمر عشان عنده عماله، ومن حق المواطن لما يكون في حاجه هتاثر عليه ان الدوله تاخد موقف. نتوقع انخفاض الاسعار خلال قد ايه؟ نتوقع انخفاض اي اسعار لما كلنا نشتغل. وانا اتكلمت مع حضرتك من شويه واقول لحضرتك دايما احنا عندنا مشكله مرتبطه بالدولار، طول ما الدولار سعره بيرتفع اي منتج هيرتفع. امتى الدولار يقل الطلب؟ لما يقل الطلب عليه سعره هيقل. ليه؟ طب هو موظف الحكومه محدود الدخل، خلي بال حضرتك موظف الحكومه ده جزء، شريحه من المجتمع، بس شريحه كبيره، لكن بنتكلم على العموم. المجتمع لازم ينهض بينا كلنا. انا عايزه يعني نتكلم دايما بايه؟ احنا مش بلد شحاته ولا ناس شحاتين. انا عايزه اقول ان احنا المواطنين ما شاء الله المصريين دول عندهم جهد ومثابره،
لو اشتغلنا بس شوية وضغطنا على نفسنا ان احنا في مرحلة معينة لازم كلنا نشتغل، لازم كلنا نجتهد، لازم كلنا نعمل اقصى طاقة عشان تعدي المرحلة الحرجة اللي مصر تعرضت ليها نتيجة الكام سنة اللي فاتت دول.